وزير الخارجية أنطونيو تاياني في زيارته الثالثة للقاهرة، ضيف عزيز وصديق نعتز بالعلاقة اللي نشأت فيما بيننا والسعي المشترك من قبل معالي ومني لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين والتنسيق فيما بيننا من أجل الارتقاء بالعلاقة والاستفادة المتبادلة من كافة أوجهها. معالي الوزير، تشرف صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس. كما تتوقعون تركزت المباحثات حول العلاقات الثنائية، ولكن تطرقت لوقت طويل للأحداث الجارية في غزة، وكان هناك تبادل رؤى حول هذه التطورات المؤسفة وأهمية التصعيد، تخفيف التصعيد ووتيرة التدمير واستهداف المدنيين والعمل على خروج من هذه الأزمة ومراعاة القوانين الدولية المتصلة بحماية المدنيين. تناولنا أيضا بقدر كبير، سواء خلال تشرف الوزير بلقاء السيد الرئيس أو خلال مباحثاتنا، العلاقات الثنائية السياسية الاقتصادية. كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، والشريك الرابع على مستوى العالم. عدد كبير من الصادرات، 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لوجود مصر التنموية. وبنسعى، وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم الشركات العاملة في إيطاليا العاملة في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين. أيضا العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين، نظرا للحضارتين القديمتين، ولكن أيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية، والأهمية اللي بنعلقها على التعاون أيضا في مجال التعليم. وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل، سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، لكن أيضا النواحي الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وأيضا التركيز على إمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة اللي تأتي لاستفادة الجانبين. خلال هذه الزيارة تم صياغة بيان مشترك سوف يصدر ويوزع على سيادتكم، يتناول الاهتمامات فيما بيننا في إطار تنمية العلاقات وجهود لتعزيز أهداف مصر التنموية، العمل في النطاق السياسي وقضايا الهجرة غير الشرعية، مقاومة التنظيمات العاملة في هذا المجال، وأيضا توسيع رقعة التعاون الثقافي. حقيقة نحن نسعد بالزخم الحالي في العلاقات المصرية الإيطالية، ونتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق بما يأتي برؤية مشتركة حول مجالات التعاون. ونحن لنا أطر عديدة من ضمنها منتدى غاز الشرق المتوسط، ونسعى لتنمية العلاقة في إطار الطاقة، سواء كانت الغاز أو الوصل الكهربائي فيما بين البلدين. فبرحب بمعالي الوزير، وتطلع إلى فرصة قادمة للقائنا واستمرار هذه العلاقة الهامة التي تعود بالنفع على كل منا، والتي أيضا تحقق الاستقرار في منطقة المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة. شكرا.
شكرا من قلبي معالي الوزير سامح شكري لما قمتم به على انتحاب جميل، ونحن نعمل معا وكان إيجابيا كثيرا اللقاء مع سيادته وأيضا مع فخامة سيادة الرئيس السيسي هذا الصباح، وتحدثنا عن العلاقات الثنائية بين البلدين بين مصر وإيطاليا، ومصر بلد أساسي لاستقرار المنطقة في المتوسط. وفي حوارنا معا اليوم تطرقنا إلى بشكل عميق إلى الموقف الدولي، ونحن نحاول أن نرى ما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة، ولقد شهدنا الإدانة الكبيرة للعمليات الإرهابية من حماس تجاه المدنيين، وأيضا تلقينا هذا التضامن من الجانب المصري ضد، ولمصر دور مهم جدا، ونحن سندعم كل المبادرات التي تقترحها مصر وتقوم بها من أجل البحث عن أو من أجل محاولة البحث عن حل إيجابي للرهائن. ولقد وجدت سيادة الرئيس السيسي مصغيا مهتما وفي سعيه لفعل كل ما بوسعه لحل هذه الأزمة الصعبة، خاصة فيما يخص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال. وذكرت لمعالي الرئيس السيسي أن بين هؤلاء الرهائن على الأقل اثنين من الإيطاليين ورجل وزوجته، وطلبت من سيادة الرئيس أن يفعل كل ما بوسعه كي يساعد على تحرير هؤلاء ولخلق ممرات بشرية لمساعدة، ولقد أبدى كل استعداده كل ما هو ممكن فعله في ذلك. وأيضا كذلك شددت على أهمية على تخفيف التصعيد وتوطئة الأمر وما يحدث في الوضع الراهن والأزمة التي خلقتها حماس. وقد وجدت أيضا هنا الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل من الدول العربية من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط، وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية، وسنجد الدعم أيضا، ستجد هذه المحاولات الدعم من الجانب الإيطالي. وثم تطرقنا إلى الحديث عن الهجرة غير الشرعية وهي جهود مشتركة، وسوف يتم توزيع الجهود بيننا لكي نكافح ضد مهربي البشر الذين يهربوا أيضا الأسلحة، الذين يهربون الأسلحة والمخدرات. ونحن كنا في روما نتحدث عن ذلك، وسنستمر في العمل معا من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة، وأيضا لوقف موجات الهجرة غير الشرعية غير الشرعية. وقد تطرقنا أيضا إلى الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية ودعم ذلك، ونحتاج أيضا إلى الأيدي العاملة المؤهلة. لذلك نحن ندرس كل صور التعاون مع مصر أيضا عن طريق القطاع الخاص من أجل تأهيل العمال في مجال الصناعة والزراعة الذين يمكنهم المجيء إلى العمل في إيطاليا فيما يخص القرار المرسوم الذي يأتي إلى بجلب العمالة الخارجية، سواء عن طريق النسب أو الحصص الذين نزيدها باستمرار من أجل جلب الأيدي العاملة من الخارج في الشركات في بلدنا في إيطاليا. وهناك أيضا العديد من المبادرات التي ندرسها في الجهات الدبلوماسية وبالاتفاق مع السلطات المصرية للوصول إلى الأهداف المشتركة. ولقد نحن أيضا نعمل على كل المبادرات الثقافية المشتركة التي يمكن القيام بها، ومع الأسف
الوضع الدولي الحالي أجبرنا على تأجيل الحفل الموسيقي الذي كان متوقع إقامته مساء اليوم، ولأننا رأينا أنه ليس من المناسب في هذه اللحظة تنظيم حفل موسيقي، وسيكون هناك منتدى اقتصادي للأعمال، وسنرى من خلاله كيف نعمل معا بين الشركات الإيطالية والشركات المصرية، وهناك اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر، ولذلك فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين فإن الأمور تسير في مسارها الصحيح. والنقطة الأخيرة التي أخبرت بها سيادة الرئيس السيسي وفيما يخص المحكمة الدستورية المحكمة العليا عندنا وهي المحكمة الجنائية، فأخبرت معالي الرئيس بأن البحث فيما يخص قضية ريجيني بالبحث عن الحقيقة لنعمل معا للوصول إلى كل الأمور التي نبغي الحصول عليها، ولذلك فإيطاليا فإنها تحرص على التعاون مع مصر في كل المجالات وأيضا على الصعيد الاستراتيجي، لأن ذلك يعني النمو الاقتصادي والسلام والاستقرار. سؤال موجه إلى الوزيرين في بخصوص اللقاءين اللذين تم اليوم في القاهرة، هل هناك خط واضح بالإضافة إلى الخط الواضح بين مصر وإيطاليا، خط واضح بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لحل أزمة أيضا 2 مليون من المواطنين في غزة الذي ولقد واجهنا ذلك. هناك أيضا كما قلت إرادة مشتركة بين البلدين للعمل على تهدئة الوضع وأن يتسع الأمر، لأن هناك الكثير جدا من الضحايا، ضحايا كثر للغاية من الجانبين، ولذلك ونحن نعلم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولذلك نأمل في تهدئة الوضع لعدم إلحاق الضرر بالطرفين. كما تفضلت اتصالا بالحوار الذي تم فيما بيني وبين معالي الوزير وصباح اليوم مع فخامة الرئيس ومعالي الوزير، فاستغرق الحديث وقت طويل فيما يتعلق بالأزمة الحالية والاهتمام المشترك بتخفيض حدة التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى ما هو أبعد وتوسيع رقعة الصراع. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، بالأمس عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في عمان، وصدر عنه بيان متوازن يراعي أهمية تخفيض حدة التوتر ومراعاة أيضا القواعد القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، وتقدير لأنه الوضع الحالي في غزة لابد من التعامل معه وتوفير المساعدات الإنسانية ومراعاة الواقع والأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة. سوف نستمر في العمل مع شركائنا لتزكية هذه المبادئ الهامة وأيضا احتواء الأزمة بكل الوسائل. اتصالاتنا جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف، وبالتأكيد أنه كلما علت أصوات المجتمع الدولي سوف يكون لها تأثير، ونستطيع أن نستعيد قدر من الاستقرار والهدوء والمنطقة. سؤالي لمعالي وزير خارجية إيطاليا تاياني، خلال الزيارات المختلفة اللي قمتم بها للقاهرة خلال العام الحالي واللقاءات والاتصالات
المتكررة مع السيد وزير الخارجية، بالتأكيد كان ملف التعاون في ملف الهجرة مطروح بقوة خلال أي مباحثات. خلال مباحثات اليوم، هل تم التطرق لمقترحات محددة لتعزيز التعاون في هذا المجال؟ وما هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا لصديقتها مصر في إطار تقاسم الأعباء، خاصة أن القاهرة نجحت في منع الهجرة غير الشرعية من حدودها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها تستضيف حوالي 9 مليون لاجئ ومهاجر على أرضها؟ شكرا. البيان المشترك أو التصريح المشترك الذي هو رسالة واضحة للتعاون التي لم تبدأ فقط اليوم، ولكن بدأت أو كانت موجودة بالفعل من قبل، ويجب أن نعمل معا من الجانب على كل الأصعدة، وأيضا في تبادل المعلومات وفي الإجراءات، في التعاون في كل الإجراءات، لأنه مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين، وأيضا إيجاد الحلول، وأيضا الوضع الاستقرار والسلام أيضا يؤدي إلى حل هذه الأزمة. فإذا في سوريا وفي غيرها من الأماكن إذا كان هناك استقرار في وبعض الأماكن في القارة الأفريقية، لأن الحرب في السودان وغيرها من الدول أدت إلى هروب الكثيرين من المواطنين إلى دول أخرى، لذلك يجب نعمل معا على إحلال السلام في كل المناطق، ونحن يمكن أن نعمل يدا بيد مع مصر. شكرا. مساء الخير. سؤال معالي الوزير سامح شكري. يعني شاهدنا في الفترة اللي فاتت منذ بداية الأحداث في غزة تحركات وعنف متزايد، وشاهدنا أيضا تحركات للقاهرة في أكثر من مجال واتصالاتها إقليميا ودوليا. يمكن تقييم سيادتك لهذا الدور، ماذا سينتهي فيه فيما يتعلق بوقف العنف، الدور المصري في وقف العنف، وأيضا المتوقع من اجتماع وزراء الخارجية العربية؟ كما هو مشاهد الحقيقة أنه الأمور بتتطور بشكل سريع، ويستمر حالة من التصعيد في الأعمال العسكرية والتأثير البالغ على قطاع عريض من المدنيين في قطاع غزة. شقائنا الفلسطينيين بيعانوا في الوقت الراهن من انعدام وجود الخدمات الأساسية، من قصف مستمر، ومن استهداف لمواقع مدنية وأحياء سكنية، ولكن هذا لم يجعلنا نتهاون في استمرار تكثيف تواصلنا مع الطرفين، وأيضا مع شركائنا في المجتمع الدولي، الدول الأوروبية، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، تأكيد على أهمية احتواء الأزمة ومراعاة الأضرار الإنسانية الواقعة على المدنيين من هذه الأزمة. هنستمر في ذلك، تأكيد أنه كلما كانت أصوات المجتمع الدولي متوافقة على السير لتحقيق هذا الانفراج يكون له واقعه، ونأمل أن يأتي بأثر في تهدئة الأمور. الجامعة العربية عندما تجتمع أيضا لإبداء موقف عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ولكن أيضا مؤكد على ضرورة التعامل مع القضية الإنسانية المرتبطة بالمدنيين في غزة بالشكل المتسق مع القوانين الدولية، القانون الدولي الإنساني، والعمل والمطالبة باستعادة مجال لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين. أكيد أنه هذا هو هدف مستقر، ولكن في الوقت الراهن التركيز لابد أن ينصب على الوضع الحالي وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من الأضرار اللاحقة به نظرا لهذه الأعمال العسكرية. سؤال أخير. ستيفان أنسا، تفضل.
سؤالي لسعادة الوزير المصري: الأزمة وهجوم حماس على إسرائيل أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين نحو الجنوب ونحو مصر، فهل كانت هناك رغبة في استضافة هؤلاء اللاجئين من غزة، وما إذا يمكن أن يكون الحل إذا كان هناك قلق من هؤلاء اللاجئين والتي قد تؤدي أيضا إلى الأعداد أو الموجات التي تهاجر بهجرة غير شرعية إلى أوروبا، وكيف يمكن أن تحل هذه المشكلة إقليميا؟ بالتأكيد أن عدم الاستقرار سيكورامنتي الانستابيليتا الكونفليتو أيوتا aumentare gli influssi di migratori di الخروج خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة. فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فهناك حصار والمنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين في غزة. مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية سواء كانت في أغذية أو مواد طبية، وسوف تستمر في توفير كل الدعم الإنساني والأشقاء الفلسطينيين. لكن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع كما تفضلت بالتأكيد هي تشجع على مزيد من الهجرة ومزيد من اللجوء إلى مناطق آمنة، بالتأكيد منها أوروبا دائما مركز جذب. مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية منذ 2016 بمنع أي خروج للهجرة غير الشرعية من أراضيها، وتستمر على أساس مبدأ تقديرها لأهمية هذه القضية بالنسبة لشركائها، وتتحمل عبء كبير في ذلك دون الحصول على دعم كافي من شركائها الأوروبيين. وبالتالي تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الشأن، وأتصور أنه يقدر ما تتحمله مصر من أعباء، وأهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي بشكل فيه إيجابية أكبر لتوفير الدعم لمصر حتى تستطيع الاستمرار في هذه السياسة.